أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. قالت اللجنة التنظيمية للمعتصمين في المهرة إنهم توصلوا إلى اتفاق مع السلطة المحلية وقائد القوات السعودية يقضي بانسحاب الأخيرة من منافذ المحافظة. أضافت اللجنة أن الاتفاق يضم المطالب الستة، وأن القوات السعودية بدأت انسحابها من الجانب المدني للمطار، بينما تحتاج بقية المطالب إلى وقت للنقاش والتوصل للاتفاق، مشيرة إلى أن تعليق الاعتصام سيبدأ اليوم الجمعة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما طبيعة وبنود هذا الاتفاق؟ وهل يمكن القول بأن سيطرة القوات السعودية انتهت في المهرة؟ منذ أواخر يونيو الماضي كان أبناء محافظة المهرة قد نفذوا اعتصاما للمطالبة بالحفاظ على السيادة الوطنية وعدم السماح لأي قوات غير رسمية بالقيام بأي مهام أمنية في المحافظة، ورفع القيود عن الحركة التجارية، وإعادة العمل في المطار، وإعطاء الأولوية لتحسين الخدمات. هي المطالب أن يكون الاتفاق وهي المطالب التي يجب أن يكون الاتفاق نص على تنفيذها. فهل جاء الاتفاق على ذلك؟ هذا ما سنتطرق إليه في هذه الحلقة. وقبل النقاش نذهب وإياكم لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. قالت المهرة كلمتها ونجحت في فرض هيبتها بعد نصف شهر من الاحتجاجات الشعبية ضد ما أسماه المعتصمون بعسكرة الحياة المهرية من قبل السعودية. إصرار المعتصمين على مطالبهم الستة أدى إلى صياغة اتفاق بين السعودية والسلطة المحلية والمعتصمين ينص على انسحاب مزمن للقوات السعودية من المطار والمنافذ البحرية والبرية، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر محلية انسحاب القوات السعودية من الجانب المدني للمطار. كانت السعودية قد دفعت بقوات لها إلى المهرة في منتصف نوفمبر من العام الماضي لتنشئ في منتصف يناير من هذا العام لواء بحريا في نشطون، معززة مطار الغيض وميناء نشطون بآليات عسكرية في إبريل الماضي، وهو الأمر الذي أغضب القوى الاجتماعية في المهرة التي وجدت نفسها خارج المعادلة السياسية والاقتصادية في المحافظة. ابتدأت حالة الاحتجاج ضد التواجد العسكري للسعودية مع إعلان أبناء المهرة اعتصامهم المفتوح في 25 من يونيو الماضي، لكنهم في 6 من يوليو الجاري حددوا بوضوح 6 مطالب سلمت للرئيس هادي وقيادة التحالف. وضوح المطالب المهرية الستة والإجماع الشعبي حولها وسلمية الاعتصام بالإضافة إلى الاحتجاج تحت مظلة الشرعية والتركيز على عسكرة السعودية للحياة المدنية فقط هو ما أكسب الاعتصام وفق محللين الشرعية، وجعل المهرة تنجح في انتزاع اتفاق يحفظ للمحافظة كرامتها ولليمن سيادته الوطنية. وفي انتظار تنفيذ كامل للاتفاق سيبقى الاستفهام حاضرا، هل موافقة السعودية نهائية أم مناورة سياسية؟ مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة، وأرحب أيضا بمن ينضم إلينا من المهرة رئيس لجنة الاعتصام السيد عامر سعد، وكذلك وكيل محافظة المهرة السيد صالح بن عليان. وأبدأ معك أستاذ عامر، هل يمكن القول أنكم نجحتم في تحقيق مطالب الاعتصام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله، نحيي قناة بلقيس وجميع المشاهديها، ونقول نحن بالحقيقة اليوم صدرنا بيان بتعليق الاعتصام من هذا اليوم الجمعة على ضوء الاتفاق، بعد أن دام الاعتصام ما يزيد على أسبوعين وصلنا فيها إلى حلول أولية لمطالبنا الستة المحددة بمتطلبات المحافظة، وهي مطالب رئيسية ووافق عليها المعتصمون وجميع أبناء الشعب يأيدوها كونها مطالب قانونية وحق مشروع. المطالب فيها تختص بحياة الناس جميعا كالقضايا الأمنية والمطار، وأيضا القضايا دور السلطة المحلية تسمح حولها، ونحن عندنا هذه القضايا بعضها
قصيرة المدى وبعضها متوسطة وبعضها تأخذ مدى زمني قد يحتاج فترة. لكن المهم نحن نعتبر أن توقيع القائد قوات التحالف في إطار الغيظة إلى جانب السلطة المحلية وموافقتهم على مطالبنا الستة هو أنهم اعتبروا أبطال مشروعه، ونشكرهم على تفهمهم لمطالبنا ولكن نطالب بتنفيذها. وهم أيضا بالنسبة للقضية الأولى اللي هي حق المطار أو قضية ثانية، قد سلموا المطار للجانب المدني لمطار الغيظة البوابة الرئيسية الصالة والبوابة صالة الركاب، قد سلمت لإدارة الأمن في المحافظة. هذه بوادر الاتفاق، هذه بداية الاتفاق، ما هي مراحل تنفيذ الاتفاق سيد عامر؟ نحن نرى أنه كثير من الخطوات كثير من المهام هي سهلة وبسيطة، يعني إذا تفهمونها ما تحتاج فترة زمنية كبيرة، كمثل تسير عن سيطرة السلطة المحلية على منافذها البرية والجوية والبحرية. هذا يحتاج إلى استبدال قوات أو وضع قوات تابعة للأمن في حماية هذه المنافذ. يعني ما يحتاج فترة طويلة من التعقيد ومراحل. وكما بدوا في مطار الغيظة ينبغي أن يبدوا في عملية التنفيذ في المنافذ الحدودية. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ عامر. أذهب إلى وكيل محافظة المهرة أستاذ صالح بن عليان. إذن أستاذ صالح، أنتم في السلطة المحلية ما هو موقفكم من ما جرى الاتفاق عليه، وكيف تتابعون عملية تعليق الاعتصام أيضا؟ حياكم الله. أولا نرحب بتناسب الكيس وإتاحة الفرصة. أهلا وسهلا. وبداية نريد أن نتوجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الرب المنصور هادي رئيس الجمهورية الذي يولي محافظة المهرة الاهتمام الخاص. كذلك الشكر للسلطة المحلية بقيادة الأخ المحافظ راجل سعيد بكريس والأخ الأمين العام سالم عبد الله نيمر والوكيل الأول والوكلاء وقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة الذين أيضا يتجاوبوا مع وتعاملوا بإيجابية مع مطالب الإخوة المعتصمين، وأدى هذا الحراك وهذا التجاوب إلى التوقيع على الاتفاق يوم الأربعاء الماضي في ديوان المحافظة. شكر للإخوة أيضا المعتصمين واللجنة المنظمة للاعتصام الذين تحلوا بالسلمية وبالمطالبة بالحقوق والمطالب الستة المتضمنة لهذه المطالب التي رفعوها المعروفة بالمطالب الستة. وأيضا أنتجت هذا أن السلطة المحلية استعرضوا هذه النقاط، وأيضا بوجود الأخوة في قيادة التحالف العربي الموجودين عندنا في محافظة المهرة، وعقدت السلطة المحلية لقاء يوم الثلاثاء مع قيادة التحالف واستعرضوا هذه النقاط كما جاء في الاتفاق، وتم الاتفاق عليها ومعالجتها. وفي اليوم الثاني الأربعاء تم عقد اللقاء من السلطة مع السلطة المحلية مع اللجنة التنظيمية أيضا بقيادة الأخ الشيخ عامر سعد كلشات والأخوة أيضا في اللجنة المنظمة معه، ونشكر لهم جميعا التجاوب وأيضا النعي بهذه المحافظة عن الفوضى وعن إقلاق السكينة، وأيضا المطالبة بالمطالب المشروعة التي تؤدي إلى حفظ الحقوق وأيضا إلى تنمية وتطوير هذه المحافظة. والكل أبناء كل أبناء هذه المحافظة يثبتوا في كل اللحظات وفي كل الأوقات وفي كل المنعطفات
انهم في سفينه واحده، وانهم في كارب واحد، وانهم يد واحده، وانهم تهمهم مصلحه هذه المحافظه والمحافظه عليها وعلى امنها واستقرارها وعلى نيل حقوقها ومطالبها. نعم. طيب سيد صالح، يعني في سياق الحديث عن تسليم المنافذ الجوية والبرية والبحرية، هذا يقول يعني السيد عامر سعد يقول أن هذه المطالب من السهل تنفيذها الآن. ما الذي تم تنفيذه منه، ولم وإلى من سلمت هذه المنافذ ويعني السيطرة الأمنية عليها؟ بالنسبة لهذه المنافذ، نحن عندنا منفذين حدوديين مع سلطنة عمان الشقيقة، وهي منفذ شحن ومنفذ صرخيص. وهذه المنافذ تديرها قوات التي تدير هذه المنافذ قوات من الوحدات العسكرية الموجودة عندنا من اللواء 137 و100 واللواء 123، وكذلك الأخوة في الأمن العام في الشرطة. فهذه المنافذ تحت إشراف السلطة المحلية. هناك قوة في منفذ صرخيص، وقد تم الاتفاق على استبدال هذه القوة بقوات من الأمن العام أو من هذه الألوية الموجودة عندنا. أما عن مطار الغيضة المدني، فإن هذا المطار أيضا كما جاء في الاتفاق البوابة غيثية، وأيضا كما جاء أيضا على لسان الأخ عمرو سعد كرشاد قبل قليل، البوابة الرئيسية ومبنى المطار وصالة المسافرين وكل ما يتعلق بهذا الأمر هو تحت إشراف السلطة المحلية والأجهزة الأمنية المختصة في المحافظة، وأيضا معنا مينا نشتون فهو كذلك تحت إشراف السلطة المحلية والأجهزة الأمنية المختصة، وهذا باتفاق الجميع وبحضور الجميع في جلسة الاتفاق. هي أيضا تحت إشراف السلطة المحلية والأجهزة الأمنية المختصة في المحافظة. طيب في هذا السياق سيد صالح، إلى أين ستذهب القوات التي كانت تتواجد في هذه الأماكن؟ القوات، قوات التحالف أقصد. قوات التحالف العربي عندنا موجودة في الجهة الشرقية من مطار الغيضة، وأيضا البوابة الشرقية تبع الأخوة في التحالف مع القيادة الجوية، وليس لهم أي علاقة بالمطار المدني وبصالة المغادرين ومبنى المطار والبرج وبوابتها الرئيسية، فهي في يد السلطة المحلية وتحت إشراف السلطة المحلية جملة وتفصيلا، من الحركات على الأبواب والموظفين في إدارة المطار وفي مبنى المطار وفي برجه وفي الصالة وفي كل ما يتعلق بالمطار. وتصريح التحالف العربي أيضا كان صدر تصريح من التحالف بتشغيل مطار الغيضة مدنيا، وأيضا هناك موافقة من قبل وزير النقل في هذا الخصوص. بقي فقط هي رحلات الطيران لتشغيل المطار ووصول اول رحله، لان الاسطول الذي عندنا سواء من اليمنيه او السعيده اعتذروا ان ليس عندهم الطيران او الطيارات الكافيه، ونتمنى ان شاء الله ان نكون في القريب او في الايام القادمه نرى هبوط الطائرات المدنيه في مطارنا المطار الغيضه في بلد الامن والامان والسلام في محافظه المعره، وينتقل المسافرين منها الى المحافظات الاخرى او الى خارج الجمهوريه. نعم. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معي سياده الوكيل. ارحب بمن ينضم الينا الان مشاهدينا الكرام، الناشط الاجتماعي الاستاذ سعد ابراهيم، لكن قبل ان اذهب اليه اعود الى رئيس لجنه الاعتصام الاستاذ عامر سعد. استاذ عامر، في سياق حديثك قلت ان هناك مطالب متوسطه المدى وكذلك بعيده المدى. ما هي ضمانات تنفيذ هذه المطالب؟ هل مثلا ستعودون إلى الاعتصام في حال لم يتم تنفيذ هذه المطالب؟ شكرا للشيخ صالح بن عليان وكيل محافظة المعرة،
وأيضا هو من ضمن الناس الذين وقعوا على موافقة السلطة المحلية ونشكرهم. نحن الحقيقة كان في الفترة التي مضت حوالي 15 أو 16 يوم كان هناك موقف تململ من السلطة وعدم الاهتمام، لكن أخيرا باتجاهات سعامة الرئيس عبد الرب المنصور هادي وتكليف المدير العام للأمن تجاوبت السلطة ونشكرهم على تجاوبهم. القضايا التي اتفقنا عليها هي قضايا مشتركة مش للمتصمين فقط، هي بعضها في السلطة، لكن أحيانا السلطة أفرقت من دورها أو من محتوى عملها، فهي في صالحها انتواق ونحن نشكرهم على ذلك. نحن نقول بعضها قد يكون زي ما الآن انتقلوا السعودية، القوات السعودية اللي في المطار يعني فتحوا المجال البوابة المدنية الرئيسية للمطار الغيضة، وفتحوا المجال لاستخدام الصالة والبرج وعودة المدنيين إلى عملهم، المدنيين في تسيير رحلات. هذا يعني المرحلة على مراحل، المرحلة القصيرة المدى، لكن انتقالهم إلى البوابة الأخرى إلى الجانب المدني الجانب العسكري من المطار وفتح بوابة وبوابة الشرقية التي تستخدم من جانب آخر، هو أيضا هذا يمكن هذا طول المدى متى ما يحل، يعتمد على تفاقم الأطراف. أما من حيث المبدأ نشكرهم على تجاوبهم. نعم، طيب في حال يعني ما هي ضمانات تنفيذ الاعتصام بقية المطالب التي وصلتكم؟ في حال لم يتم تنفيذ بقية المطالب هل ستعودون إلى الاعتصام؟ لم تجبني على هذه النقطة. نحن قلنا ما نرفع الاعتصام، قلنا على ضوء هذه الشروط التي رحبنا بها، طلبنا من القيادة السياسية أن تساعدنا في تنفيذ الحلول، تنفيذ المهام المحددة بالنقاط الستة، والضمانات هي توقيع السلطة المحلية والقادر من مجموعة التحالف الموجود في المطار. هذه نعتبرها محاضر بيننا، ونحن علقنا مش رفعنا الاعتصام، علقنا وحددنا الفترة شهرين، أعطيناهم فرصة كافية، ما لم سنعود مباشرة إلى الاعتصام ورفع السقف ربما أشياء أخرى. أشكرك رئيس لجنة الاعتصام أستاذ عامر سعد، كنت معنا عبر الهاتف من المهرة. أذهب إليك الناشط الاجتماعي أستاذ سعد إبراهيم، هل يمكن الحديث على أن يعني كان يقول قبل قليل رئيس لجنة الاعتصام عامر سعد أن السلطة المحلية كانت مفرغة من يعني أدائها، غير قادرة على عمل أدائها بالشكل الكافي، هل يمكن الحديث على أن تنفيذ هذه المطالب سيؤدي إلى فاعلية أكبر في تنفيذ أعمال السلطة المحلية في تسيير أمور المواطنين بشكل أكبر في المهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكر لقناة نقيب على إتاحتها لنا الفرصة للتواصل، ونشكر على اهتمامها بقضايا الوطن ومنها قضايا المهرة، ونرحب بكم ونرحب بشيخين الشيخ صالح محمد عليان وفي المحاضرة، والشيخ عمر سعد علي رئيس لجنة التنظيمية الاعتصام. طبعا الاعتصام وما يسمى بالاعتصام المدحية في المهرة، طبعا كلنا نحن في المهرة وأغلب القوى الوطنية في المهرة والفاعلة والموطرة لا تتمنى أن نصل إلى هذا الحال، لأن المهرة منطقة محافظة عاملة مستقرة ومجتمع ومتماسك، والقضايا يعني إن كان المهرة يضرب المثل الأعلى على مستوى الوطن اليمني لموجة الأمثل في الأمن وفي التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، وكان الأمل كبير أن كل القضايا إن شاء الله اللي في المهرة تعالج عبر الأطر القانونية. الاعتصام هو شكل من أشكال التعبير، ولكن لا يمكن اللجوء إلى الاعتصام إلا في حالة الوصول إلى طرق مسدودة. لهذا كنا نتمنى أن تطرح القضايا على السلطة في المهرة وعلى السلطة المركزية ولا نخوة في التحالف حتى يتم الوصول إلى حلول ومخارج ومعالجات لكل ما تم تقديمه. لكن أن تلجأ مباشرة إلى الشارع وإلى العصيان فهذا نحن لا نتمناه، لأنه عبارة دخيلة على مجتمعنا المهري المحافظ،
مجتمعنا المهني ومجتمعنا المتماسك يعتمد على الشورى وعلى التواصل وبالإمكان الحوار والتفاهم بشان كل ما يهم المهرة. طيب أستاذ سعد، الآن الاعتصام قد حدث. أستاذ سعد، الآن الاعتصام قد حدث. قد حدث الاعتصام وهناك مطالب تم الاتفاق على تنفيذها، وهناك تعليق لهذا الاعتصام جرى الآن. هل ما حدث، ما وصلت إليه الأمور في محافظة المهرة سيصب في مصلحة المواطنين فيها برأيك أم لا؟ أخي الكريم، توجه العمل السلطة قبل الاعتصام توجه إيجابي بضرورة الاهتمام بالأمن وتثبيت الأمن والاستقرار في المهرة والاهتمام بالجانب الخدماتي، وايضا حتى المطار في هناك تواصل مباشر بين المحافظه ووزير النقل للاهتمام بالرحلات المدنيه الى المهرة. يعني هذه كل الامور كانت ضمن توجه السلطه في المهرة، والمحافظ لم يمضي عليه في السلطه سوى ضغط اشهر. لا ندري بالضبط لماذا هذا الجنون واللجوء الى الاعتصام والى الشارع، وكأن السلطه هي المقصره. السلطه تبذل جهد. معظم ابناء المهرة يعني يستبشروا خيرا بهذه السلطه، لأن حدثت الكثير من الإنجازات التي عجزت عنها السلطات المتعاقبة في المهرة. كانت المهرة تعيش في الحرمان، في دائرة الحرمان، الإقصاء، التهميش، وقوع الخدمات في كل المديريات. الآن في توجه بالاهتمام بهذه الجوانب، وكان هناك توجه أيضا بالمطار، باهتمام بالمطار وجعل مطار مدني، يعني تكون في رحلات ليس إلى داخل الوطن بل وحتى إلى الخارج. ولكن الأخوة في الاعتصام يصرون على هذه القضايا، وكأن السلطة تظاهر لمثل هذه الأمور. المحافظ تجده بين أوساط الناس، والدليل على هذا ما حدث أثناء الأعصار. كان يتحمل مشاكل الأخطار والجمة وينتقل بين مديرية ومديرية مع الرصد والخطر، وكل هذه لأجل المحافظة. ونحن في المهرة بعد هذا الاتفاق مهما حدث من هذا العصيان الذي نخشاه من كل وضع آخر خطير على المحافظه، خاصه انه مدعوم صراحه ماليا من جهات لا نعلمها، وبالتالي هذا يضع اكثر من علامه استفهام ويثير المخاوف. ولكن مع هذا نحن لا نشكك بقياده الاعتصام، هم اخواننا ومن جلدتنا وهم كوادرنا وشيوخنا، ونتعشى فيهم خيرا. ولا من بعد هذه الاتفاق ان يمضى الجميع بروح الفريق الواحد. فانتظرنا مرحله مهمه اهم من المراحل السابقه. علينا طيلة هذه الصفقة والتفرغ تماما للعمل وللتنمية والاستقرار، وأن تكون المهرة دائما ملاذ لكل أبناء الوطن اليمني، ونضرب بها المثال الأعلى في النموذج في الأمن، في الاستقرار، في التعاقي، في السلم الاجتماعي بإذن الله تعالى. أشكرك الناشط الاجتماعي سعد إبراهيم، كنت معنا على الهاتف من المهرة. بعودة إليك أستاذ صالح بن عليان، أنتم الآن في السلطة المحلية، في هذا فيما يحدث في المهرة، هل أنتم طرف أم وسيط أم مراقب لما يجري؟ ما هو موقف السلطة المحلية سواء من كان من الاعتصام قبل ذلك والآن من تعليق الاعتصام ومن هذه المطالب؟ يعني قبل قليل يتحدث الأستاذ عامر على أن السلطة المحلية كانت مفرغة من محتوى، وهذا الاعتصام يهدف إلى تعزيز عمل السلطة المحلية. كيف يعني تنظر إلى هذه المسألة؟ حياكم الله. بخصوص هذا الاعتصام، ومنذ اول يوم لانشاء الاعتصام في محافظه المهرة وفي مركز المحافظه في الغيضة، الكل تابع توجيهات الاخ المحافظ بحمايه موقع ومكان الاعتصام، والتجاوب بكل جديه مع مطالب المعتصمين. وايضا هذا ما كلل جهود الاخ اللواء محمد احمد المهوي، الاخ قعطان مدير الامن عندنا في المحافظه والمكلف من قبل فخامه الرئيس عبد الرب منصور هادي بحل هذه المطالب والنظر فيها. وهذه المطالب تصب في مصلحه المحافظه وابنائها، وعليه تجاوبت السلطه المحليه ووافقت على هذه المطالب ووافقت عليها بما جاء في مذكره الاتفاق التي تم التوقيع عليها. ايضا الاخوه في قياده التحالف العربي
ايضا الذين حضروا معنا في ديوان المحافظه وحضروا معنا هذه اللقاءات ابدوا كل الاستعداد، وايضا انهم جاءوا لدعم السلطه المحليه في محافظه المهره وابناء محافظه المهره، وانهم سيكونون داعما للسلطه وجهود السلطه واجهزتها، وايضا لم ياتوا من اجل التدخل في عمل السلطه او في منافذ الدوله، انما جاءوا بجهه داعمه. فايضا نشكرهم على هذا الموقف وعلى هذه الجهود التي تبذل وعلى هذا الوصول الى هذا الاتفاق الطيب والرائع لابناء محافظه المهره، سواء الاخوه المعتصمين او قياده السلطه المحليه جميعا او قياده التحالف العربي عندنا في المحافظه. الكل اجتهد وايضا ابدا استعداده ووصلوا الى هذا الاتفاق والوصول الى خدمه المحافظه ومصلحه المحافظه وابناء المحافظه. اشكرك وكيل محافظه المهره استاذ صالح بن عليان، كنت معنا من المهره. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان وتحيات زميل ماهر أبو المجد منتج الحلقة وجميع العاملين في الطاقم الفني، في أمان الله.